بعد النحنحة والبتاع مش عارفه ايه تسجيل العينين وانت نور عينيا وبتاع طلع ما يجيب قبل في فتره قياسيه قد كده وصلي 50 مره في اليوم. انت شوف حال الناس عايزه الحد الادنى من الحياه الانسانيه. بتوع المحرر العسكري عندك ياسر رزق كل الطقم اللي بعد ده كانوا محررين عسكريين. وشاهد شاهد من اهلهم يا ترى مين اللي وراها ومطلعها في الوقت ده.